الفضل وبأخذه لجميع مكتسباته. الشيء الذي اعتبرناه استفزازا خطيرا يتنافى مقتضيات الدستور الجديد الذي يثبت مسؤولية المحاسبة ويضمن الحرية في مجال التأسيس ومواصلة العمل النقدي وإيمانا منا بقيم العمل والجدية والاجتهاد والإخلاص في أداء الواجب الوطني والتحلي بالنزاهة والاستقامة والانضباط وإعمال القانون والتحلي بروح العمل الجماعي المتضامن وتعييننا بأساسي طرق عمل وإذكاء واكتسابية والمسؤولية وممارسة عمل العقاب المسؤول الذي يجعل حقوق مستحق الموظف مقابل الاعتبار بين المرسل النقابي وهو ينقم الممارسات ذات أولاد المفتش ونجيه أسلوب النامبالات والاستخلاف للمسؤولين الوزير أصلي هذا المساء من أجل تحول جدي لكنه تبنى الملف وسيتدخلوا بإيصاف الموظفين. شكرا كذلك للصحافة وشكرا للإخوة والأخوات ممثلي الاتحادات المحلية الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية المغربية للشغل الاتحاد الوطني المغربي للشغل على تضامن هذه الوقفة من أجل الكرامة. نريد أن نشهد الجميع إخوان ممثلي الأحزاب ممثلي النقابات والصحافة أنه في أول مرة في تاريخ موظفات وموظفين مفتشية نخرج وقفة احتجاجية لأول مرة في تاريخنا. كنا نتمنى أن لا نصل إلى هذا الحد لكن وكما يقال وصل سيل الذبا لمجموعة من الاعتبارات سنصرد بينها. ربما تتفاجئون اليوم لماذا نقف اليوم؟ لماذا بالضبط اليوم؟ نقف اليوم أيها الأخوات والإخوة في شعار لن أنحني من أجل كرامتي وحقوقي ونحن الذين لم يسبق لنا أن انحنينا يوما واحد. وكما قالها رضي الله عن عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم امهاتكم احرارا. شكرا للاخوان اللي ما يباعوش راسهم بالحاسوبات. شكرا لمن حناوش رغم التهديدات التاسيس المفتش ورغم الاغراءات. هما اليوم نتحدوا هنايا ونشجعوا هذه الوقفه الاحتجاجيه كاول مرحله اقولها واصدرها. هذه اول مرحله نضاليه
في هذا الأسبوع وسنستمر في نضالنا. كيف نناقش اليوم؟ وأطرنا تتخذ من قاعات اجتماعات مكاتب لها. وأدعو الإخوة الصحافة لزيارة قاعات الاجتماعات مكدسون، وندعوكم كذلك لزيارة بعض الأوراش خارج الملعب. ملعب في صحة جيدة يعبد بالزليش وهو في أحسن حالاته. هذا أليس هذا هو التبجير بعينيه؟ السيد الوزير يحفز عبوره ويرسل 50 ألف درهم 5 ملايين توزع منها 7 ألف درهم على 5 الناس أو 10 الناس و30 مدة ما يستفد حتى شي طرق. هل هذه هي العدالة الاجتماعية؟ هل هو يخدمها مع هذا العشرة؟ علاش بغيتونا ما نوقفوش؟ طرقات استفزازات تؤجج النضالات، طرقات استفزازات تؤجج النضالات، طرقات استفزازات تؤجج النضالات، طرقات استفزازات تؤجج النضالات، تؤجج النضالات، تؤجج النضالات، كيف نلتقف كذلك اليوم والسيد المفتش يستهين بموظفاته وموظفيه ويستعمل الشرطة في استعمال سلطته التنفيذية والتقديرية منها؟ فكيف يعقل في تاريخ الإدارة العمومية أن إطار يريد مراسلة الوزارة يضطر إلى عمل قضائي؟ وهذا عيب في حق الموظف، إهانة بحقنا. اضطررنا يوم أمس لإشعار السلطة ولإشعار السيد الوزير بعون القضائي لأنه رفض يعني تسلم الإشعار، يرفض أن نتواصل مع المسؤولين الإداريين ونحن في نفس الوزارة. هذا عار سنتحد في هذا الإطار، أقولها بصراحة الأمور الإدارية المعمول بها، وإن اضطررنا إلى اللجوء إلى القضاء. هذا عار، هذا عار، موظف في خطر. هذا عار، هذا عار. كيف نقف اليوم كذلك ونحن تخجل وجوهنا من اعتصام ادارات اخرى؟ نطالبهم ان يصطحبونا معهم الى المهمات الرسميه بدعوى نقص المحروقات في وقت، واقولها واسطرها، يستهلك السيد المفتش محروقات المعتمد لأربع سيارات في تنقلاته الخاصة في مدن خارج التراب تدخل الجنة وفي عطله الإدارية. هذا خط مطالب السيد الوزير بافتحاص مالي حالي. وكيف لا نقف كذلك وقد ضاقت أنفاسنا من الغبار؟ الغبار متناثرة في الرجوجات، أقول رجوجات وليس أشغال. لم تستهدأ المفتش يوما من الأشغال المشتتة في وقت كان بالأشطر من السيد المفتش ترشيد النفقات وإعطاء صفقة واحدة تتطلب مدة المنافسة الشريفة. هو تشتت الصفقات إلى صفقة صغيرة حتى يتهرب من قانون وظيفة العموم الصفقات العمومية باش ما تجيش صفقة وتحكم فيها إداري. كيف لا نقف في هذا؟ نذكرون موظف صحتنا، موظف المرضو صحته. كيف لا نقف كذلك؟ وأخيرا، من سيشوفوا موظف يهانون؟ من سيشوفوا موظف سيد المفتش المحترم يحرض النقابات على بعضيتهم؟ يلغى الموظفين يقول لهم البارح ومن البارح اجي ونعطيكم زيتكم وما توقفوش، ويحرض النقابات. بل حتى هذا بعض الاخوان في النقابات اخرى داروا بلاغي ضدنا ضد الوقفه، وقعوا فيه 3 الناس. كيف لا نقف اليوم وجميع الموظفين وقعوا في ظرف ساعه على التحفيز انهم لم يستفيدوا من التحفيزات؟ عندنا توقيعات. كيف لا نقف؟ ولكن نؤكد ونطالب السيد الوزير اولا بصفته المسؤول عن القطاع، لان لسنا بحكم محققين، لسنا بمحققين، نطالب الحقوق. ما هو إننا امبارح في الليل
التقينا مع السيد رئيس العام للولايه والاخوان شرحوا له يعني عطاوه واحد المسؤوليه ماذا يقع في هذه التشريعات وانه فهم الوضع وطمنا اننا نجلوها بالقاء لاننا رغبنا الاسباب تعرفونها انتم اكثر منا وتعهد معنا على اساس انه ياخذ الملف بعيد الماء وغادي ياخذ هذا الملف هو والسيد الوالي لان غادي مع المسير ديال السيد الوالي وغادي ياخذها بجديه نحن عارفين جدا هذه المدينه ان السيد الوالي الكاتب العام لا حطوا شي ملف راه ما غاديش تبدا لان عندنا الثقه الكامله فيه ولهذا نحن سواء في المملكه الدوليه او في المملكه العربيه نفتحوا معكم ونحن وراءكم ان شاء الله ومن حق لا يباع اذا كان وراءه طالب صادق وطالب عرك الى الامام لا تنازل لا استسلام عرك الى الامام لا تنازل لا استسلام عرك الى الامام لا تنازل لا استسلام لا تنازل لا استسلام لا تنازل لا استسلام تحية خالصة للإخوان ديالنا تحية خالصة لكم جميعا من أجل الطمأنة أخواتي إخواني المنطقي من أجل الطمأنة لأنكم توصلتم الخبر من إخوان ديالكم في المكتب الوطني الفيدرالية المخلية للشغل يؤكدون أن الحوار فتح الآن في الوزارة مع المفتش العام للوزارة وطلبهم إخوان ديالنا في المكتب الوطني بأن أي حوار في المغرب يكون إلا وقد يكون مع إخوان في المكتب الفرع المحلي ديال مدينة وجدة لقاءات